15 يا شباب، على 15 فراخ ما شاء الله، كل فراخ يا ابو خالد ما شاء الله تبارك. هذا حمام يسمى على 6 على 5، هذا امهات ذولي ما شاء الله. جوز ها؟ جوز سام 5 شنو ابو خالد؟ على 5 زاجل. زاجل ما شاء الله. زاجل ونجدي، هذا نجدي ذاك زاجل. هذا نجدي وهذا زاجل. وذولي سام مخصوص على 8 سام على 5. سام كم مخصوص ابو خالد؟ سام على 8. مخصوص الدجاج سام 8 يا جوز. مخصوص الدجاج سام 8. الدلال ما شاء الله ابو خالد اللي دائما يسعدنا بسبب الطيور الله يفقه يرزقه دنيا واخره. هذا يسمى على 15. وذول ابو خالد وش ذول؟ ذول زاجل يسمى على 8. زاجل عشي كامله. اي عشتين، هذه واحده وذي واحده. يسمى على 8 عشتين. يلا اخلصوا. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك. ابو زاجل يا شباب. ما شاء الله. على 18 سام. سام 14 15. على 18. يا جماعة جيت على 18 على 18 على 18 كم الرومي ما شاء الله سام 80 المجموعة ذيك إلا سام 80 الحبة حبة الوحدة سام 80 الرومي يا هواية الرومي سام 80 المجموعة ذي كلها الحبة الوحدة ما شاء الله ما شاء الله دجاج بلدي ها ما شاء الله دجاج بلدي سام 16 ريال المجموعة دي كلها ما شاء الله كجملة طبعا جملة سام 16 الحبة الوحدة بلدي بياض ها الله يبارك لكم. الفري للمشتركين عندك بالقناة هذا الفري ما شاء الله اللي هو الحجم الكبير شوي يبيعونه ب 10 ريال الجوز ها؟ اي 10 ريال الجوز ما شاء الله تبارك الله. وهذا الفري اللي هو حجمه صغير شوي يبغونه 8 ريال الجوز 8 ريال ما شاء الله تبارك الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. وش فايدة الفري يا استاذ؟ الفري اللحم حقته فيه نسبة دهون خفيفة دهون حقته خفيفة اي للناس اللي عندهم سكر والناس اللي يعانون من الضغط وعندهم مشاكل بالقلب ايوه هذا أفضل شيء ايه؟ والبيت حقته ما شاء الله فيه فوايد غذائية يعالج الربو والحساسية والأطفال اللي يتحسسون من البيض العادي ياكلون بيض السمان ما يضرهم. كل معلومة طيبة دي منك. وكمان بيض السمان مع انه صغير حجمه صغير ايه زي كده بس ان فيه بروتين قد بيض الدجاج 5 مرات. اي نعم. يعني البيض الصغير هذه فيها بروتينات قد بيض الدجاج 5 مرات. بس انا اشوف اخويا الناس ما يستخدمون البيض هو بس بالأكل. عدم معرفة، لكن لو جربونا طعمه اطيب من البيض البلدي. انت جربته يعني؟ ايه مرة طيب، بيض السمان مرة طيب. والله معلومة طيبة من الرجال. ايه ونوفر ترى نوفر بيض السمان بأي كمية. ما شاء الله، يقول يعني الحقيقة معلومة طيبة، يقول الرجال الآن يمدح بيض اللي هو السمان. يقول فيها الحقيقة بروتين عالي جدا إن شاء الله. مفيدة لحق القناة متابعين القناة نسوي لهم خصم خاص الله يوفقك ما شاء الله حطيت المعلومات الحقيقة طيبة الحقيقة من ما شاء الله وش رايك تربية السمان؟ الفري والسمان إيه؟ مهضوم حقه لأن الناس ما عندها ثقافة السمان إيه لكن السمان أفضل في اللحم وطعمه طيب إيه؟ طعم اللحم السمان قريب من الحمام ويمكن أطيب بعد وأرخص وأرخص إيه نعم إيه. وكمان في السوى في التسوية عمار ما ياخذ غير 10 دقائق ما يطول في الطبخ في الطبخ واللحم ما شاء الله تبارك الله ممتاز هذا على 8 وهذا الفري هذه معلومات جيدة حقيقة عن السمان والفري فأخذنا الرجال بالنسبة لبيضه انه مفيد جدا وفيه الناس يجربونه الناس جربوا مرة وانت ما راح يقول الرجال يعني ينصحكم انكم تجربون البيضة حقيقة فيها في ثمانينات ما شاء الله عالية وفي فوائد غذائية جيدة واسعار مناسبه بالنسبه للحوم وبالنسبه للبيضه فاكثر الناس حقيقه صادين عنه شوي الا بالاكل ممكن لكن جربوا بيضه وجربوا لحمه ان شاء الله باذن الله تشوفون فوائد جيده فيه ومواد وغذاء الحقيقه مفيد للجسم الله يبارك له. سعر الدجاج طال عمرك عندكم؟ الدجاج يتراوح سعره التفريد من 20 الى 25 من 20 الى 25 حسب طيب الدجاج حسب طيب الدجاج وجرم الدجاج وديت؟ وديت لا وديت غالي من 30 الى 35 من 35 والارانب طال عمرك؟ والارانب اسعارها صغار من 15
الى 20 والكبار الى 35. من 15 الى 20 بالنسبه للصغار. للصغار بلدي دولي. بلدي من 15 الى 20 البلدي. نعم. اللي هو الحبه. الحبه اي نعم. والكبار من 25 الى 35. والكبير البلدي من 25 الى 35. الى 35. والدجاج التركي هذا. هذا دجاج تركي. سام 25 حبه. سام 25. وإذا طال عمرك؟ هذا نفس التركي. وهذا تركي. نعم هذا فيومي. وهذا فيومي. إسام 22. والتركي إسام قلنا 25. 25 كجملة ولا تفريد؟ لا جملة. جملة ها؟ طيب طال عمرك وش عطنا الفرق بين البلدي وبين الدجاج، وش الفرق بينهم؟ البلدي طول الدير يعني. إي نعم. والتركي لا. يجي حجم اكبر شوي، حجمه كبير شوي. التركي يجي حجمه اكبر من البلدي. اكبر من البلدي. والفيوم؟ والفيوم لا حجمه زين يعني. الفيوم يكون حجمه يعني زين. بين هذه وبين هذه. اي بين البلدي وبين التركي إيه. ها؟ إيه. طيب طال عمرك ودي اعرف انا كيف تعرف ان الدجاجه كبير؟ وش المعلومه؟ كيف وش الميزه اللي بيها ان اعرف ان الدجاجه ذي كبير؟ هل هو بالعرف او بايش؟ العرف الحين يصير احمر. العرف الدجاجه الكبيرة تصير عرفه احمر. هذه ندل عليها انها بالتبيض. هذه نقطة يعني من النقاط يعني. اي نعم. في ناس يقصونها ما ادري ايش يقولون. الناس يقصون الدوس حقها. مو هو الدليل. مو بدليل. نعم مو بدليل. الدليل اللي هم وش اهم شيء؟ اهم شيء يصير عرف الدجاجة يصير احمر. صار احمر؟ اي. يصير تصير الدجاجة تبيض. يصير تبيض. طبعا انت ما شاء الله خبرك طويلة بالدجاج والدجاج. شوف الرجال وش يبي. الصغار حبه على 20 ما شاء الله تبارك عندك انت تشتغل بالدجاج والرانب؟ اي نعم ها؟ من فتره طويله تقريبا 10 سنوات 10 سنوات إيه؟ عندك مثل تربيه عندك محل تربيه عندي محل تربيه مزرعه عندك مزرعه تربيه إيه؟ متخصص بس بالدجاج والرانب الحمام والحمام إيه؟ ما شاء الله ما اشوف حمام عندك عندك وش الابيض ذول؟ وش ذول طال عمرك؟ فرنسي ما شاء الله اشكال جميله ما شاء الله ها اشوف احجام كبيره ذولي مثل المصري ذولي يجي فيه جامبو يجي فيه سوبر جامبو هذا الحين وش سوبر جامبو؟ هذا جامبو جامبو هذا جامبو فرنسي جامبو هنا. كم الجوز ذا؟ هذا اسعاره يتراوح الوقت الحالي من 20 ل 25 من 20 ل 25 اي وقت الحالي ولا قبل يصل 50 اي نعم 60 قبل لكن السعر الحين من ما شاء الله عن اشكاله جميل وحجمه كبير. اي نعم. اهون تربيه بالحمام وش هو اللي انت جربته؟ الفرنسي والسلفر. افضل شيء الفرنسي والسلفر. السلفر افضل شيء. كتربيه. اي نعم وبعد يجي الزاج الازرق. الزاجه بعدين. بعد الزاجه. بعدين الزاجه. اي نعم. لكن ذول وش هو العشائر اللي فضلتهم اكثر؟ هل مثل انتاج ولا وش هو؟ انتاج وبعدين فرق يجي كبير. كبير حجم الفرق يجي كبير الفرق يجي كبير اي نعم يرغبونها الناس يرغبونها بالبلاكم ومطلوب مطلوب بالسوق مطلوب بالسوق اللي هو الفرنسي الفرنسي الابيض والسيلفر الفرنسي الابيض والسيلفر معلومات جيده اللي مثل اللي يربي الحمام وذا عشان يكون عنده معلومات وافيه مع هالرجال الحبيب الطيب اللي يعتبر له اكثر من 10 سنوات في سوق الطيور في بريده عنده ما شاء الله تربيه عام عن الحمام وعن الدجاج بانواع الدجاج مو بنوع واحد عنده التركي وعنده الفيومي وعنده البلدي وعنده الحبشي. التركي وعنده الحبشي واشياء كثير بنعطيكم رقمه عنده رانب بنعطيكم رقم الرجال اي واحد خارج منطقه القصيم او داخل منطقه القصيم يتواصل مع الرجال ويبي اي طلبي من الطلبات هذه ممكن الرجال يرسلها لك لمكانك او يجيبها لك لمكانك اذا كنت كريم كم يا ابوك؟ اي كميه تبيها واي كميه تبيها يقول الرجال مستعد لو تبي 1000 من اي نوع وفرته لك فتعتبر ميزه طيبه من الرجال وخدمه عامه في الحقيقه السوق الكبير في مدينه بريده للطيور كم جوال طال عمرك؟ 05 33 اسم الولد ابو فيصل رجال حبيب ورجال ما شاء الله ما نزكي على الله احد لكن الطيب يبان بالرجال من علومه ومن ما شاء الله المعلومات اللي يبديها الموجود عنده فاشكرك يا ابو تركي حيلا بيض الله وجهك كثر من امثالك تخدمون الناس وتخدمون انفسكم انتم. يعطيك العافيه ابو تركي. حياك الله ابو تركي هلا. ما شاء الله شوف الطيور في بريده ما شاء الله. مر ما شاء الله كل جمعه. ما شاء الله تبارك الله مزحوم.
الله يعطيهم العافية يقويهم ما شاء الله تبارك الله. سوق جميل، سوق ممتع، سوق الحقيقة تمتع الشباب بزيارته يستانسون، يعني تغيير جو جميل كل جمعة بهالسوق الجميل. ايش نوعنا متعب؟ 16 ريال بلدي، سنجوشك احسن جاي. وش دجاج؟ بلدي كله. دجاج؟ قلب بياض، نعم. بياض؟ نعم، دجاج بياض. ما شاء الله. انا 16 ريال. ما شاء الله. وش كاملة؟ ما شاء الله تبارك الله. الله يسر الهادين. ما شاء الله. يعتبر من الحقيقة من انا 16 ريال. المدللين اللي في سوق الطيور، أفضل دلالة لي. حقيقة. على 16 ريال دجاج بياض، هل 150 حبة؟ ها؟ هل 150 حبة دجاج بياض؟ بياض؟ نعم. كيف بتعرف الدجاج اللي تبيض؟ وش وش علامته؟ في شكله. شكله كيف؟ في شكله عرفه، يعني صار عرفه حمر. ايوه. وحواجبه حمر خلاص بياض. ايوه. نعم. والبشير الصغار. ما شاء الله. عرفات. ما شاء الله. هذه بياضه وهذه ما هي بياضه. هذه بياضه. هذه بياضه. عشان عرفه حمر. نعم نعم عرفه. اي وذي هذه سوى. سوى. اي نعم. كم عددهم ذول؟ عددهم يمكن 150 او 160. 150 او 160. نعم. كم تقول سامن؟ سامن 16. 16 ريال. ايوه. بيع قريب ولا بعيد؟ البيع قريب، بعنا منها يمكن 50 مسوين على 18 صافي على الرجال. اي نعم. على قبول. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك. هذول القبول كامل. اي. على 16. وش؟ أدي 6 ديكة واربع دجاج براما. 6 ديكة واربع دجاج. واربع دجاج براما يسمن على 30. يسمن على 30. على 30 ريال. ما شاء الله تبارك. وهذول بعناهن على 7 صافي. وش حمام؟ خليطي. نعم خليطي. نعم على 7 صافي. الجوزة. نعم. ما شاء الله تبارك الله. وهذول بعناهن ابو ثابت. هذول ما بعناهن على 7 معهم بس الحين يبيع. حمام دول. هذول الامهات. نعم. سبعة. نعم هذول يسمون على 17. وش نوع عندهم؟ حب الرمان. حب الرمان. قال رأيه نبيع قلنا لا اصبر شوي. 17 ايوه. نعم. هذول 250 بيع. وش نوع عندهم؟ براما. براما. ثلاث ديك. ما شاء الله اشكال جميل. اشكالهم طيبة. ما شاء الله. نعم مميز. المجموعة كلها ب 250. كلها المجموعة نعم. ما شاء الله عليهم الأربعة. نعم ب 250 صح. ثلاث دجاج وديك. نعم. ما شاء الله تبارك الله يستاهلون والله. الله يسخرهم. ما شاء الله جمال دول ما شاء الله يستاهلون والله زين 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 يستاهل. ايش بعد عندك متعب؟ عندي هالحمام هذه سم 7. ما شاء الله تبارك الله. هذا وش؟ الشه. الشه كامله. الشه. وش نوعه؟ خليطي. خليطي. كل لون نعم. ما شاء الله سم 7 ريال. 7 ريال الشه. نعم. البيع قريب. البيع قريب. ما شاء الله تبارك الله. عندي هذه بيع 28 حد. وش نوعه؟ سلفر فراخه. سلفر فراخه. نعم. كم حادينه؟ يمكن 28. الجوز. نعم. والله غالي السلفر. والله حد هذا السوق يا ابو ثامر السلفر زين. يبغى اليوم. او قليل الفراخه. يبغى نعم. ما شاء الله وذول وش؟ هذول الدجاج سامن 20. سامن 20. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك يا متعب. ما شاء الله. ولا رانب سامن 60 الجوز. سامن يحسن. وش بلدي؟ 16 150 او 160. كله بياض. الرانب بلدي ذولي متعب. هلا محمد. ما شاء الله تبارك الله. هذول على 60. وش نوع فرنسي؟ فرنسي مهجر ما مصري. مع ب 60 وش الجوز اللي حطه؟ الجوز ب 60. الجوز 60. نعم. 60 ها؟ 60 نعم. الفرنسي؟ نعم. أرانب؟ نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. والرومي يا أبو ثامر من سنان. ما شاء الله. الرومي 210 ما لقى راعيهن. دجاج سن وذيك ها؟ نعم. الرومي دجاجتين وذيك. كم سامن متعب؟ سامن 210. الرومي. ما شاء الله تبارك الله. هلا والله ابو سليمان يا هلا يا هلا يا هلا. 230 235 الرومي هذول 250 250 250 250 250 255 255 255 والله ما تطلع واحده متعب خلي يشوفوها الناس طلع لهم واحده خليهم يشوفونها تعرف على الشبكة محمد محمد يا محمد انت على الشبكة 255 ريال 255 ريال 255 ريال 255 ريال 255 ريال ما شاء الله تبارك الله طلعوا ما شاء الله تبارك الله لا يروح لا لا يروح ما عليك 255 ريال لا يروح 255 ريال 255 ريال 255 ريال 255 ريال 255 ريال جاي سالو ديك 255 ريال 255 ريال 255 ريال 255 ريال 255 ريال 255 ريال 255
255 ان شاء الله رايح، احنا ما بدينا شيء. 260 حاب يشتري خش، 260 260 260 260 ديك 260 260 265 265 265 تحرك اشتغل تحرك يا عمي 265 265 عبد الرحمن 270 يقول 70 270 عبد الرحمن وين 200 ها 70 270 وشو؟ قرار ب 60 هي الجوز شريت ب 70 شريت بدون جدال شريت ب 70 الله يربحك انا شاري ب 60 صح يلا يرجع شريت ب 70 الله يربحك وش الدور ولا نادي شوف انا حد انا ما شفت 70 ذول 270 يا محمد 270 هذا علته ان الله جاب والله لنا علته جاب والله لنا علته بس علته ما يبرحق يقول منتج منتج اي ما عليك منتج يبي شرط انتاج رعيه ها شرط شرط انا شوف انا ابن الحلال يا 270 الحين محمد مثال اصبر يا اصبر هاي معناها ب 250 صافي انا اشوف مستاهل يربح يستاهل البركه باعوا ب 200 صافي ما شاء الله الله يبارك المشتري والبايع هنا انا الله يربح 270 ثمن ودلاله الله يربح ب 270 ثمن ودلاله ولا ب 250 صافي الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله تبارك الله الله يصلح اعتبر اسعار الدلال سوق الطيور ببريده تدريب ما شاء الله متعب الشمري هذا من انتاج تدريب متعب الشمري الله يصلح على 16 ريال على 16 على 16 على 16 على 16 كل بياض على 16 ريال على 16 ريال تفضل متعب بسم الله هذه قصيده الثامر بن فهد الثامر يقول غني المشتاق في قافي ومول ان بغيتها عرضة ولا هجيني هجيني خل عنك السرد والقول المقول لا تغني كود والقاف السميني سميني يا الرهيفه في نهار العيد الاول ارتعي بالقفر ومن العايديني علمي بعض العرب وشبه تهول دام هذه عادة لي من سنيني دائما قدام خشمك وتجول واقف في صلاحك يا نور عيني نعشق الصعبات في عزم يهول لا يتل ولا يمل ولا يليني بس عيني في سلامتك لا يحول فدوت لك سلمة عاشت يديني وسلامتك كفو والله صح شانك والله يعطيك العافية دائما تبدعنا ما شاء الله بالقصائد الجميلة مثل الله يكثر امثالك بقينا مع ابو صالح ابو صالح خريف معروف دائما متواجد بالسوق ورجال يعتبر من رموز سوق الطيور في بريده ابو صالح وش رايك بسوق الطيور هل من البشتة والصيف يتغير في تغير والله بعد هو لا يصير ازين يصير ازين لكن والله هالسنه ما في بيع لكن الاسعار ما هي بالمطلوب اي نعم بين المطلوب للبياع ايه وللمشتري فرصه حقيقه ممتازه ثبت الغلاء ثبت غلاء الاعلاف الناس الحين والله تصرف اي نعم الان ما تقدر تقيم شيء والله هذا سعره كذا السبب ان الناس تبيع تخلص يجي يحرج عليه لا وقف باع وانتهى منه لكن تقول انت انه مثلا اشتى اكثر تسويق من الصيف اكيد بالنسبه نوع يمكن الفراخ يمكن لا 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 عموم التربيه لانه الصيف الناس تخلص من الحلال يعني متعب العطاش ومتعب بقى الناس غالبا يعني خصوصا الاجازات ما اجازات الواحد بيروح وبيجي ما هو قاعدين يرتبط بالحلال يعني لكن لا اشتى ما مسكته الدراسة والدوامات وبعد يبدا يصير في طلب يعني على الحلال لكن مثل ما قلت لك والله هالسنه اقل والله طلب من السنين اللي راحت بالنسبه للروم يا ابو صالح كم يبيض يوميا يبيض؟ لا 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 الرومي له موسم له موسم ويقف بس انه فتره طويله يمكن حوالي 5 شهور يقف يقف الرومي ما يبيض يقف فتره يقف ما يبيض يعني ما يبيض يوميا الدجاجه ما يلقى ولا 2-3 بيض يعني
مو مثل الدجاج يوميا مصبه يوميا. لا 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 الدجاج متواصل خصوصا اللي صار يعني ما يهبوها الهواء ولا يجي حر قوي ولا كذا فطول السنه باذن الله. يعقب فترات بسيطه يعني اسبوع 10 ايام الى اسبوعين بعد يرجع يبيض مره ثانيه. لكن ذول لهم مواسم لا الرومي ولا الوز عراقي. الوز عراقي الحين هذا موسم والحين بادي. الوز عراقي برضه نفس الطريقه. الوز عراقي بس بشتى يبدا تقريبا من بالميلادي يعني من شهر 12 تقريبا. وعلى شهر 4 هو خلاص تقريبا يقف تماما ما يبيض ولا بيض. سبحان الله. لما يجي باذن الله الموسم بعدها. سبحان الله. لكن الناس هل مثل بيضة مثل الرومي والوز العراقي هل الناس يستخدمونه ياكلونه يعني او ما ياكلونه؟ هو مزاج يعني سعره غالي سعره غالي تمام ما يشترونه الناس ياكلونه يعني الوز العراقي العام كنا نبيعه على 15 البيض البيض الواحده إيه. فصعب انه بيشتري واحد 15 20 يروح ياكله يعني البيض ب 15 ريال اي والبيض الرومي يعني العام يعني من 100 الى 150 الى يصل الى 180 العام وصل البيض الرومي الطبق الواحد الطبق الواحد وصل 180 هذا الرومي لكن انا تكلمت عن العام والله هالسنه الى الان اللي ما اشوف الاسعار ولا اشوف احد يبيع ولا اشوف عروض بالمجموعات لكن انت ذوقت طعم بيضة الرومي بيضة الوز العراقي انا ما اخفيك انا ما يصير اغبي اشياء لما انكسرت ولا كذا ولا اخذنا وكلنا يعني لكن تذوقت انت ايه اكلت وش رايك بمذاقه؟ انا اشوف انه طبيعي يعني بيض عادي ما في شيء يعني بس انه مشكلته هالحرى يعني مستحيل اني بشتريه علشان اكله وهو سعره غالي يعني بس لكن ما اشوف فيه اي يعني ما فيه تغير يعني ما ابوه بالنسبه على الدجاج انا بالنسبه لي ما ارى فيه اي شيء يعني يمكن انت ترى انه نوع البيض نوعه لكن المواد اللي فيه ممكن تكون هي اعلى هذه ما ادري يعني احد يقول انه الرومي ما ادري ايش يعني اجسم او ما ادري والله حدا بس ما هذه امور تبي لها مختبرات تبي واحد يطلع خبر يعني تبي لها مختبرات يعني ما تبي لها من الراس الواحد يقول والله هذا يعني بروتينه عالي ولا هذا اخف ولا كذا هذه تبي له مختبر يطلع لك وش يعني لكنه ما في مشكله اكله انا اكله عادي يعني ما في يعني ما في مشكله انا ما في مشكله بالنسبه للحمام وش عندكم بصالح والله عادي احنا عندنا الحمام هاي زينه هذا زين ذا لا لا هذا لا هذا جميع هذول هذه فرايد هذه تبيعونهم بالتفريد كم تبيعون جود فرايد ما سين ما سين وبالنسبه هذا بيض ايش ولا هذا بيض الوز عراقي هذا بيض الوز عراقي ما شاء الله تبارك الله هذا وز عراقي ما شاء الله تقول الحب كم ابو صالح هذا والله هسه نبيع على 20 الحب ب 20 ريال يعني تجي طال عمرك يقول يمكن له ثلاث بيض من الدجاج تجي له ثلاث أو لا؟ والله تجي له شيء أكبر يعني. إي ما شاء الله تجي له ثلاث إلى أربع من بيض الدجاج. يعني يقول ما شاء الله تبارك الله. بس طبعاً هو للتفكيس. ها؟ هو للتفكيس. تبيعونه للتفكيس لكن ما هو بالأكل. لا لا مو بالأكل. بالأكل ها؟ بالنسبة للدجاج الفيومي ذا كم؟ هذا سوم 30 الحب سوم 30 وهذا وش بلدي؟ هذا تجميع. تجميع. وهذا وش ما شاء الله نوع جديد ذا وش ذا؟ حبش. حبش. ما شاء الله كم تبيعونه؟ هذا حبش الذكور على 80 الحبش الذكر ب 80 والانثى؟ هذا اكثر ما يستخدم للصقاره، الصقاره ياخذونه زي حباره اي والله شكله تقول حباره هو يقلبون عليه تقول حباره شكله هذا اكثر ما يؤخذ الذكر اغلى من الانثى؟ لا 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 عندي انا في والله ابيع الذكر والانثى ب 200 الذكر والانثى ب 200 كيف طريقة بيضه بصح يوميا ولا كيف؟ لا لا هذا ما يبيض الا بالصيف ها؟ هذا عكس الوز عراقي هذا ما يبيض الا بالصيف بس الحين واقف ما يبيض ما يبيض ما يبيض ابدا ما يبيض الا بالصيف بالصيف اي لانه هاشتاق الحر بدا يبيض اي نعم ويقتنون اللي هم الصقاره عشان يدربون الصقور عليه ما ياخذون منه هذول هذول ياخذون الصقاره لانه يشبه الحقيقه حبار هو صحيح في شبه من حباره ما شاء الله عليه ما شاء الله عليهم اللي هو الحبش ها؟ حبش حبش طبعا يجي منه نوع اسود ونوع جوز 50 الى 60 نوع اسود ونوع ابيض منه يجي هو يجي كذا لون ايه؟ لكنه فيه اللون العادي يجي اسود ايه؟ هذا رخيص يعني من ال 50 الى 60 جوز والى 70 يصل الى 80 بالكثير يعني هنا يصل هنا جوزه الجوز هنا حبتين هنا. ما شاء الله عليك ما شاء الله يعطيك العافيه اعطيتنا معلومات وافيه الحقيقه الله يعافيك والحبيبين ذولا معك ما شاء الله كيف حالك يا شباب طبعا هذول ما شاء الله الله يعطيهم الصحه والعافيه من تربيه ما شاء الله ابو صالح هذول عياله ما شاء الله
ما شاء الله معلمهم على السوق ومعلمهم على الشغل ومعلمهم ذا. هذه من واجبات تربية الآباء لأبنائهم إنهم يعلمونهم على أشياء يستفيدوا منها حتى لو كانوا طلاب أو موظفين، لأنهم ينفعون أنفسهم بكرة. والبيع والشراء بخير وبركة. إيه نعم، وتعلم الواحد الرجولة، وتعلم الواحد طال عمركم أسلوب الكلام واحترام الناس، كلها المميزات موجودة بالعمل الحر. صح ولا لا؟ ايش رايك يا شيخ؟ اي والله صحيح. صحيح ولا صحيح؟ وش اللي استفدته من سوق الطيور؟ يعني من جيتك مع الوالد بمعاملتك بالسوق، وش استفدت وخبره؟ حكي الناس بطلاقة، يعني ما استحي منهم. ممتاز. عارف اتكلم، عارف شو اقول. ممتاز. هذا الواجب صح؟ ايوه ايوه، تعامل، عارف تعامل، انا عارف النظره يعني. ممتاز، كلامك صح. هذه حقيقه الاجوبه اللي هي تعتبر الابرز. أيوة. بالنسبه للي يعني يعمل بالاشياء هذه. وانت يا بطل ها ايش اسمك؟ ايوه تعلمت يعني. ايه تعلمت. لكن وش اللي ترغب من الطيور انت؟ اللي وش اللي تحب تربيه بالبيت عندكم؟ وش اللي تحب من الطيور؟ يعني وش اللي تحب؟ الدجاج، الحمام، الوز، البط؟ ها؟ لا ما بشوف. لا يعني كل يعني بصفة عامة تحب الطيور كلها. ايه. ها؟ ايه. تستانس عليها. ايه. ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية. شوفوا بصالح الطيور الدول اللي هنا، الوز الرومي. كم بصالح؟ هذا بس. شلون طيب؟ كم بصالح الرومي؟ ما شاء الله دول جميلات. عندنا سموه 130، وهذا الطق ماسي حتى الان. الذكر هو الكبير ذا او ذا؟ اي هذا للحال، وهذا سن 130. كم الجوز قلنا؟ وهذا طق ما كم ماسي؟ ثلاث ماسي ذكر وانثى. ها ماسي. وهذا اللي الوز قريب الكور، الوز العراقي. أيه كله ذكور. على كم الوز العراقي؟ على 150 الواحد. 150. لكن انا اشوف انه بصراحه حقيقه جمال ممتعات. لو احد اللي عنده استراحه ولا عنده مثل شاليه ولا شيء، يكون تحطه مثل، يكون عندك مثل حديقه ولا شيء، يعني كانك بالخارج. صحيح. لما تشوف يعني يطلع اصوات. صحيح. سم اصوات يعني ولا بس بالعكس اصوات يعني برضو يسلم يعني فيه تسليه يعني. لكن الحقيقه صراحه سبحان الله خالقنا. صحيح. ها جميل. عنده استراحه يشكل على خفيف. اي نعم. يحط له كل حد، كل نوع حبتين ثلاث، ذكر وانثى، ذكر وانثى. وين؟ نعم. ممتاز جدا الحقيقه، ممتع والله تربيه يعني. جميل والله. الاطفال لما يتعاملون مع الحيوان سبحان الله يعلمهم على يعني على الركاده، على الحنيه. نعم. على الحيوانات. نعم نعم نعم. سبحان نعم. الله العظيم يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وحد راح الغنم. نعم نعم. بس حضرتك تعلمه اللطافه، التعامل بلطف. نعم نعم نعم. ما شاء الله. وهذه فعلا يعني شفته وحسيته. ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل صراحه الحقيقه، اشياء جميله يعني. ما في شيء ما ابو عيب يقول الرجال تو يقول اصوات. طيب انت بشيء كامل، ما في شيء كامل الا. اي نعم، انت الله اعطاك ما شاء الله هالجمال والزين والمناظر والحقيقه تسعد وجودك فيها. مثل النقطه هذه تلافى يا اخي، يعني اني ما اشرين عشان فيها اصوات. ما هو صحيح. ها اخلي كل هالجمال وما شاء الله وسبحان الخالق واروح عشان الصوت اقول ان لا. بالعكس اشياء جميله جدا الصراحه، ممتع. طبعا دي كلها الاشياء دي عند الرجل المبدع دائما بسوق الطيور ابو بريده صالح خريف. رجل حبيب وما شاء الله، الله يعطيه الصحه والعفو والعافيه، ودائما بصحه وبخير، يستاهل حقيقه من يدعي له لانه حبيب ويخدم الناس بالسوق. الله يبارك لكم. صح. كم جوالكم صالح؟ 059 288 288 00 الله يعطيك العافيه. صالح تواصلوا مع ابو صالح، ما في احد يتواصل مع ابو صالح الا بيلقى الخير ان شاء الله. بتذكرونا احنا بخير. رجال متساعد وما شاء الله، سواء انه يعطيك المعلومات، سواء انه يبيع عليك، سواء انه يعلمك الطريقه السليمه لتربيه الطيور. الله يفرجك ابو صالح. انا هذه فرخه الروز، كم طال عمرك الجوز او مجموعه كلها؟ الاصفر على 200 الحب. الاصفر ب 200 الروز، اللي هو الفرخ الروز. والاخضر؟ الاخضر على 160. والاخضر على 160. والرصاصي؟ 170. والرصاصي 170. كل هذه فرخه روز. ها ما شاء الله. هذه الام ذي؟ لا هذا فرخ روز كبير. فرخ روز كبير، ذكر ولا انثى؟ لا تو ما بين. ما بين. كم قيمته ذا اخوي؟
انا عليه سوم 200. عليه سوم 200، واذا وشو طامرك؟ هذا جوز طيور حب وعقرب. طيور حب، كم الجوز؟ سام 300. سام 300. ما شاء الله تبارك. ايش الفرق بين الروز وبين الحب؟ فرق بين الطيور ذي والطيور ذي، وش الفرق؟ ايش لاحظت انت؟ وش لاحظته؟ البيض بالانتاج بايش؟ ما في فرق بين الانتاج ولا فرق البيض، حجم البيض يفرق. فرق بسيط وجنب بس. يعني الفرق البيض يفرق كحجم اكبر شوي يعني ها؟ الاصوات. الاصوات تفرق. تفرق الاصوات، اي اجمل صوت؟ الحب ولا لا؟ الروز اجمل. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لكم يا شيخ. طيور الحب ب 130 ريال بيع هذا طبعا، الله يبارك لهم ذكر وانثى. هذه فراخة الكناري ما شاء الله، هذه انتاجك انت؟ نعم كلهم ذول من بطن واحد. كل ذول ما شاء الله ما شاء الله عليك بالبيت، ما شاء الله عليك ما شاء الله. هذا احد الاخوان ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا احد الاخوان ما شاء الله اللي مهتم بطيور الزينه، يقول عنده الانتاج هذا كله انتاجه، يقول انتاجه حاط عندي له كم من جوز واحد، من جوز واحد انتاجه هذا كله من جوز واحد اللي هو الكناري. الكناري ما شاء الله كم ينتج الكناري يا ابو؟ ينتج كل شهر ونص يعطيك بطن. كل شهر ونص؟ والله انتاج طيب ذا. والصيف تقدر تخليه ينتج. ايوه تتعبه بس. تتعبه؟ اذا كيفته بتكييف بارد. ايه ينتج للصيف. لكن انتاج يعني مده قصيره شهر ونص بس؟ 14 اشهر يوقف والموسم كامل ينتج. 4 شهور يوقف وبعدين كل شهر ونص ينتج. شهر ونص ينتج. ينتج ما شاء الله. كم بيضه؟ من 4 إلى 5. من 4 إلى 5 ما شاء الله تبارك الله، والله انتاج رائع اخوي. صراحه كناري يستاهل منه الحق يقتنيه ويربيه. جميل. لانه الحق يعطيك. نعم. وهذول وش طال عمرك؟ هذول زوبرا بنغالي. يسمونهن؟ زوبرا بنغالي. زبرة الزبرة ذي هي الزبرة ذولي. كم الجوز ذا عمرك؟ هذا سيم 115. ما شاء الله طبعا بنعطيكم رقم الرجال، رجال متخصص بتربية الطيور زين وخاصة الكناري، وما شاء الله عنده انتاج رائع من الكناري شهريا، يعني ممكن تشتري منه فراخه وبرضه تكبرهن وتنتج مثله. الرات يا ابو 055 33 33 087 087. اسم الولد؟ ابو حميدان. والنعم الله ابو حميدان، اعطاكم الفائده واعطاكم الزبده واعطاكم الحين بيستفسر ما عندنا مشكله. والرجال يقول اللي بيستفسر على الطريقه حقتي اللي طريقه الانتاج يتواصل معي، رجال بدل ما يدور دراهم يدور الاجر، الله يبارك له. امين. ما شاء الله كله زبره، عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ها بعد بوه واحد 11 11 11. يسامك سم 120 120. ما شاء الله الزبره ذول 11 يسامن 120 ريال. والبيع قريب ولا بعيد؟ ها يعني بيحتاج كم حد انت؟ يعني حد بحدود 200 يعني. ما شاء الله تبارك الله يرزقكم، يستاهلون. شباب يبدعون الحقيقه، ترزقون الله، الله يرزقكم ان شاء الله. رومي ما شاء الله الحب ب 90 ريال ما شاء الله. الرومي عندهم. رومي الحب ب 90 ريال. تختار منه اللي تبي. ترى هذه عشقه من فراخة البستين باعوا كامل ب 26 ريال. ما شاء الله كله بكين ما شاء الله تبارك الله. وإذا كم يسام ذا؟ هذا سمر. وإذا يسام البكين الآن عندهم ب 24 ريال. ما شاء الله تبارك الله. فراخة بكين يسام 24 باقيات عندهم الآن. الله يبارك لهم. ما شاء الله تبارك الله. كم عليه ذولي؟ هذا ب 50 هو؟ إيه. اليوم الجمعة صباحا من مدينة الأنعام، غطينا لكم السوق الكبير للطيور. الله يبارك للمشتري ويبارك للبائع ويديم علينا هالنعمه.